سلام لي زامي، في لا نوفيل فيديو اللي غادي نكمل فيها الموديول ديال الماناجمنت، وهاد المره في شابيتر 2. الوغ شابيتر 2 غادي نشوفو فيه تيبولوجي دو لونتربريز، لي زونتربريز اللي كاينين. الوغ ماشي كيكونوش بحال بحال، الوغ عندنا واحد التنوع. غادي نديرو اون كلاسيفيكاسيون اللي هي ايكونوميك و اون كلاسيفيكاسيون جيوريديك. نبداو بلا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. الوغ كيفاش كيتصنفوا ليا les entreprises كاين سولون لا ناتور داكتيفيتي، يعني على حساب الطبيعه ديال النشاط اللي كتقوم به ديك المقاوله، سواء انها كتكون كدير ليا البيع والشراء بحال مثلا مول الحانوت، مزرعه، الباتيسري، اكسيتيرا. هذا كتسمى اون اونتربريز اللي هي كوميرسيال. كتكون عندي اون اونتربريز دو برودكسيون، هاد لونتربريز كتقوم ليا بالانتاج، فين كتكون عندي اون ترانسفورماسيون، كاينين دي ماتيير بروميير اللي كنخدموا بهم اوكي كيديروا واحد لا ترانسفورماسيون واحد لا برودكسيون باش كيعطيوني اونفان ان بيان و ان بيان دو كونسوماسيون. اي كاينين لي زونتربريز دو سيرفيس، هادو اللي كيقدموا ليا واحد الخدمه بحال مثلا كوافور، بحال مثلا الريستوراسيون، بحال مثلا ان اوتيل اكسيتيرا. هنا كنكون كناخذ واحد الخدمه. الى مشينا وصنفنا لي زونتربريز سولون le secteur économique. Ça veut dire le secteur. Le secteur où est-ce que je mets les entreprises, les endroits neuf l'activité principale. Ok? Endroits la même activité principale. On a quatre secteurs. Secteur primaire où les où est-ce que je mets les gars l'enchaînement les quatre qu'on a un d'alaka les ressources naturelles. Par exemple la pêche, صيد. بحال مثلا الاغريكولتور، يعني اي حاجه عندها علاقه بلي ريسورس ناتورال، اولا مثلا ملي كنجبدوا دوك المناجم الفوسفات اكسيتيرا. عندنا لو سيكتور سيكوندير واللي كيكون فيه لاندستري. الوغ هنا كتكون عندي الصناعه، كتكون عندي اون ترانسفورماسيون اون برودكسيون. عندنا لو سيكتور تيرسيير واللي كيكون فيه لي سيرفيس اي commerce بحال مثلا سيرفيس بانكير، سيرفيس دي زاسورونس اكسيتيرا. اي فينالمون عندنا لو سيكتور كواترنير، وهذا لو سيكتور كيكون عنده علاقه بلا فورماسيون بلا كومونيكاسيون، لا تيليكومونيكاسيون، لو ترونسبور اكسيتيرا. alors on a une autre classification اللي كتكون selon la branche. La branche باختلاف على لو سيكتور، لا برونش كيكونوا لي زونتربريز عندهم لا ميم اكتيفيتي برينسيبال، وعندهم حتى لي ميم بيان اي سيرفيس، يعني كيقدموا نفس الخدمه. عندنا مثلا البرونش فينانسيير، لي بانك، لي زاسورونس، هادو كنلاحظوا بلي كيقدموا لينا عندهم نفس لاكتيفيتي برينسيبال، وانهم كيقدموا لي ميم بيان اي سيرفيس في نفس المجال. دونك هنا فين كنقولوا في نفس لا برونش. عندنا لا برونش اغريكولتور بحال البيش، ليلفاج، يعني الرعي والصيد اكسيتيرا. عندنا لا برونش اندستري اللي كي صناعه ديال لي فواتور، لوطوموبيل، ديال لاغريكول اوسي. المهم عندنا هنايا لا برونش خاصه بالاندستري. سولون الفيليير، الفيليير كتكون ني سيكتور ني برونش، كتكون عندي ديك لاكتيفيتي اللي كتقوم بها هذيك لونتربريز، ميمكنش ليا نقول بلي راها في السيكتور، وميمكنش ليا نقول بلي راها في البرونش. علاش؟ حيت كتكون هاد لونتربريز كتقوم ليا بزاف ديال لي زاكتيفيتي. بحالاش؟ بحال مثلا عندنا واحد لونتربريز اللي كتمشي كدير لالفاج، اوكي، كتاخد لي فيوند من خلال داك لالفاج اللي دارت، كتجي عندها دي ماغازان فين كدير، اولا قبل لي ماغازان كدير لا ترانسفورماسيون ديال ديك لي ماتيير، كدير واحد لا برودكسيون اكسيتيرا. ابري كتخرج لي ماغازان ديالها كوميرسيال وكدير اون اوتر فونكسيون اللي هي كوميرسيال، اوكي، كدير لا فونت. الوغ هنا كنقولوا فيليير. الى دابا مشينا وصنفنا لي زونتربريز على حساب لي ديمونسيون ديالها، شنو هما لي ديمونسيون؟ لي ديمونسيون هو ليفيكتيف. شنو كنعني بليفيكتيف؟ هو العدد ديال دوك الخدامه، لي سالاريي، لي زومبلوي اللي كاينين في ديك
المقاولة. دوزيام شوز عندنا لي كابيتو بروب، يعني لي كابيتو الرأس مال اللي كيكون بلا لي ديت، بلا لي زونترات اكسيتيرا. Alors, elle mesure les fonds emportés par les propriétaires. Bien sûr, le capital khasso ikoun kbar men les dettes bach tbqa عندنا une autonomie financière de l'entreprise. Troisième chose, عندنا le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, kifash kenhesbo? Le chiffre d'affaires, راه ماشي هو شنو ربحات l'entreprise. Le chiffre d'affaires, هو هذاك الشيء اللي باعت l'entreprise مضروب في الثمن بشحال باعت. بحال مثلا انا باعت واحد 50 تيشيرت، chaque t-shirt qui dit 10 dirhams. OK, alors le chiffre d'affaires d'Ali ra 50 t-shirts fois 10 dirhams. Alors il y a 500 dirhams par exemple. OK, hada hiya le chiffre d'affaires. La valeur ajoutée, il y a la richesse créée par l'entreprise. Donc ce qui ajoute tout l'entreprise. On شرحوا la valeur ajoutée en détail là. Voilà. On prend par exemple toujours kif ma kanakhdou fi l'entreprise dialna dial dik le t-shirt li barin sobo. Andna l'entreprise li loula matalan ghadi nsemmiwa l'entreprise 1 li dial le coton, li ghadi tsob liya le coton. OK? Alors hna عندي la consommation intermédiaire 1 عندي matalan 15. OK. Ghadi nmchi ghadi le hadak le coton ghadi nmchi ghadi nsob le fil, l'entreprise 2, et là, radi wli ndi 25, la production. Alors, chne hiya la valeur ajoutée liya mebin fashkal le coton et le fil. Hiya hadik la production moins la consommation intermédiaire. Alors, la production 25 moins la consommation intermédiaire 15. اللي غادي تعطيني 10. الوغ هاد 10 هي اللي كتمثل ليا لا فالور اجوتي، هذيك القيمه المضافه اللي تزادت ليا داك لو كوطون. الا مشينا عاوتاني مشينا لونتربريز 3 صنعت ليا ان تيسو، كنلاحظ عاوتاني في لا برودكسيون 2 ولات عندي 40. الوغ ما بين لا برودكسيون 2 ما بين لا كونسوماسيون انترميديار اللي كانت عندي واحد الفرق ديال 15. الوغ هذاك هو لا فالور اجوتي للضغط اكسيتيرا. وثاني هنا لا ميم شوز، تولى عندنا تيشيرت عاوتاني زادت عندي واحد لا فالور اجوتي ديال 20. لو ديرني ديمونسيون ديال لونتربريز هو لو بينيفيس نت. لو بينيفيس نت كنحسبوه ان دوك لي برودوي اللي انا نتجت كنحيد منهم لي شارج، كنحيد منهم لي زامبو اكسيتيرا، لي تاكس اكسيتيرا، باش كيبقى عندي ان بينيفيس اللي هو نت. اوكي، دابا غادي نمشيو غنشوفو لو ماروك اشنو كيعتمد ليا، شنو هما لي كريتير لي كيكلاسي بيهم لي زونتربريز ديالو. الوغ قبل 2014 كان المغرب كيعتمد على ليفيكتيف، يعني لو نومبر دومبلوي في ديك لونتربريز، او بلوس لو شيفر دافير. ابري بيان سور شوف ليفيكتيف سي ان ديمونسيون، لا سي ان كريتير لي هو يعني ما كيعطيش داكشي اكزاكت. اوكي، الوغ ابري 2014 بقى عندنا غير لو شيفر دافير اللي كيعتمدوا عليه باش يكلاسيو لي زونتربريز. امتى كنقولوا اون اونتربريز اللي هي تري بوتيت اونتربريز؟ فاش كيكون لو شيفر دافير ديالها صغير من 3 مليون ديال الدرهم. بوتيت اونتربريز فاش كيكون لو شيفر دافير ديالها ما بين 3 مليون ديال الدرهم و 10 مليون ديال الدرهم، يعني صغر من 10 مليون ديال الدرهم وكبر من 3 مليون ديال الدرهم. بوتيت اي مويان اونتربريز فاش كيكون ما بين 10 مليون درهم و 175 مليون ديال الدرهم. اي فينالمون فاش كتكون عندنا اون غروند اونتربريز هو فاش كيكون لو شيفر دافير ديالها كبر من 175 مليون ديال الدرهم. اوكي، دابا هنا غادي نمشيو غادي نشوفو لا كلاسيفيكاسيون جوريديك. L'entreprise, il y a trois types. L'entreprise soit publique, soit semi-publique et soit privée. Le public, qui est le capital d'elle ou la gestion d'elle, qui est à 100% l'État. N'insiste à 100%.
à 100% كيكون داكشي كينتمي للإطار. اوكي، بحال مثلا اون ايكول بوبليك، ان اوبيتال بوبليك. اوكي، هادو كيكونوا كينتميو بالكابيتال ديالهم، بالتسيير ديالهم، بلا جيستيون ديالهم كيكونوا عند الإطار. عندي واحد لونتربريز اللي هي سيمي بوبليك، القطاع ولا المقاوله الشبه عموميه. الو هنا كيكون الكابيتال كينتمي واحد لا بارتي ليتا، واحد لا بارتي ديك لونتربريز، وكتكون لا جيستيون كتكون بيان سور من طرف ديك لونتربريز بريفي. هنا لي زونتربريز بريفي اللي كيكون الكابيتال ديالها كيكون التسيير ديالها، بحال مثلا اون ايكول بريفي، بحال مثلا كلينيك اكسيتيرا. Alors, les entreprises privées. Les entreprises privées font deux types. Font les entreprises individuelles ou font des entreprises sociétaires. Les entreprises individuelles qui appartiennent à une seule personne, yani ديال واحد فقط, ما كيكونش يعني مفروض عليه واحد الكابيتال باش يبدا, ما كتكونش واحد الاجتماع السنوي، واحد لاسومبلي انويا حتى هي مفروضه، ما كيكونش لو كوميسار هذاك اللي يعني جو سي با شنو سميتو اكزاكت بالعربيه. المهم كيكون هو اللي كيمشرف على لي كونط، هو اللي كيفيريفيهم اكسيتيرا. حتى هو ما كيكونش من طرف الكوميسار، ما كاينش لا ريسبونسابيلتي كتكون يعني بروبريتير كترجع لا ريسبونسابيلتي فينانسيير على داك مول لونتربريز، هو اللي كيكون مسؤول على لي ديت، على اي حاجه كتوقع ماديه في ديك لونتربريز ديالو. لي زونتربريز سوسيتير كيكونوا فيهم بليزيوغ بيرسون. كاينين حتى هما دي تيب، كاينين لي سوسيتي اللي كنسميو سوسيتي دو بيرسون، لي سوسيتي دو كابيتال. سوسيتي دو بيرسون اون لا بيرسوناليتي فيزيك. كاينين هنا دو تيب في هاد لي سوسيتي دو بيرسون. عندنا la CNC, يعني la société en nom collectif. عندها دي بروبريتي ديالها غادي نشوفوهم. وعندنا SCS, société au comédité simple, حتى هي عندها دي بروبريتي ديالها. وبالنسبه لي société de capital كيكونوا la personnalité morale. كاين SA, la société anonyme. وكاين SARL او SARL اللي هي la société à responsabilité limité. Chaque société fait les quatre, كل واحدة فيهم عندها خصائص ديالها، عندها فهمتي، عندها شي حوايج اللي كيميزوها. غادي نشوفوهم في واحد الطابلو اللي كيلخصهم كاملين، كيجمعهم كاملين. فوالا لو طابلو ديالنا. الوغ كيكونوا عندي هنايا لي تيب ديال لي سوسيتي اللي عندي، لي تيب اللي شفنا. Et après, qui connaît les propriétés de chacune des sociétés. Le capital social, le capital société, le nombre des associés qui fait ça, aussi la responsabilité de chaque سوسيتي. لي ديريجون شكون اللي كي يسير هاد لونتربريز او هاد لا سوسيتي، اي اوسي هذاك لو كوميسار اللي هضرنا عليه، الكوميسار او كونت، يعني واش كيكون ولا ما كيكونش، كيكون اوبليغاتوار ما كيكونش اوبليغاتوار، امتى كيكون اوبليغاتوار امتى ما كيكونش اوبليغاتوار شاك سوسيتي. بهنا غادي نكونوا الوغ سالينا هاد لو شابيتر 2 اللي كيهضر لينا على لي تيبولوجي ديال لي زونتربريز. ملقانا في لا فيديو الجايه ان شاء الله اللي غادي نهضروا فيها على لو شابيتر 3 اللي غادي يكون كيهضر ليا على لونتربريز والمحيط ديالها، لونتربريز اي سون انفيرونمون. وبهكا غادي يكونوا باقي لينا واحد لي 4 شابيتر باش نساليو لو موديول ديال الماناجمنت.